انزل اخسر يعني الاهلي بقى بدل. والماتش الجاي يا كابتن، يعني برضو شايفه ازاي؟ و يعني بنسبه 90% نادي الاهلي في النهائي بامر الله، ان شاء ولكن الله. الماتش الجاي يتعامل معاه ازاي، خصوصا انت كسبان مكسب مستريح يعني. والله بص، انا كل الماتشات دي برضو لازم تبقى بتقسمها على شوطين، يعني احنا الشوط الاولاني مثلا الماتش، والشوط الثاني ده الماتش اللي في ملعبنا، فكل ماتش وليه ظروفه فاروق، وانت عارف برضو يعني كل كرة فيها مفاجآت، فانا شايف ان احنا ننسى الماتش الاولاني وننزل. طبعا هيبقى في جمهور اعتقد، ولا مش ما ان شاء الله اعرفش 10,000 الجمهور لغايه دلوقتي، 10,000 ممكن ده تزيد يعني، محاولات في الاداره يعني هتزود بيدي العدد. دافع كبير جدا للعيبه، الثقه، المكسب بيجيب مكسب، في سواء في الدوري او في افريقيا. صراحه كولر عامل انسجام حلو بين اللعيبه، بيعمل روتيشن في اللعيبه كويس. شايف ان الفرقه يعني بعد فايلر، انا شايف ان كولر من احسن الناس اللي عارف يعرف يسيطر على اللعيبه، عنده نجوم كتير، لعيبه كتير بدات ترجع لمستواها، فانا شايف ومتفائل خير ان شاء الله الماتش ما الجاي يريحش قدامنا. حد كابتن وادي، يعني فكره ان انت مستريح في النتيجه الاولى تخليك تريح لعيبه ممكن تكون محتاجه بقى بعد كده، سواء بقى في ماتشات في الدوري او في نهائي البطوله ان شاء الله. وارد طبعا، وارد. بس يعني هو الوحيد اللي يقدر يقرر ده، هو اللي شايف حاله لعيبته عامله ازاي في التمرين، هو اللي شايف اللعيبه بتتمرن ازاي. الراجل بصراحه يعني كان بادئ مع الاهلي بدايه مش كويسه، دلوقتي بصراحه يعني بس هو عادي يعني البداية، أصل برضه الراجل البدايه لسه كان بالظبط. جاي. ما انا بس جاي هو لا، لحضرتك فين اهو. البداية مش كويسة يا كابتن؟ لا يعني كان الاول قصدك في دوري الأبطال؟ في دوري ابطال وفي خلي الدوري بالك هو كان في كلام ماتش عليه، التعادل بتاع كان في سان داونز ده هو ده لا هو بس اللي فرق، بس كان في والكرة طبعا الهزيمة اللي بتاعت الهلال في يمكن في كان الكورة في يعني، أنا باي لك يعني شايفها ماشي، باي بس لك هو يعني. كان في كلام عليه يعني كده. دلوقتي بسم الله ما شاء الله قدر يوصل لحاله ممتازه جدا مع الفرقه، حافظ الفرقه كلها، حافظ لعيبته كلها، عارف امتى يلعب ده وامتى يخرج ده، 90 دقيقه شغالين، عارف مين اللي خلاص مش هيقدر يديه بيغيره. الروتيشن اللي بيعمله في المنطقه الاماميه للفرقه بصراحه، يعني يلعب عبد القادر، لا يلعب حسين شحات، كهربا، محمد شريف، الروتيشن اللي بيعمله، وعشان خاطر ضغط المباراه وضغط بطوله افريقيا والدوري والكاس والحاجات دي كلها، بصراحه يعني انا بحييه بجد بجد، قدر يدخل جوه اللعيبه ويقدر يعرف امكانيات اللعيبه اللي تقدر توصله ان شاء الله ان هو ياخد بطوله افريقيا والدوري باذن الله. يعني خلى بيرسي تاو، يعني اعاد الروح بيرسي تاو، انا كنت فاقد ده في فيه حته الامل تانية، ما هو خالص ده اللي يعني. انا بتكلم عليه، الاستمرار. خد بالك يا كابتن محمد، الاستمرار الاستقرار ده هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. لو جيت تبص كل الانديه اللي ماشيه كويس في الدوري كلها استقرار اداري، استقرار فني، اجهزه فنيه، لعيبه. بس قليل قوي خلي بالك ما انا بقول ايه اللي ماشيين الانديه اللي يعني، ما هو مين يعني الانديه اللي معاها فلوس واستقرار اداري ده قليل خلي بالك اللي ماشي يعني، اللي عملوا كده يعني. الاتحاد، فيوتشر، الناس اللي ما غيرتش بس الاجهزه اهو الفنيه. الاتحاد لسه عنده مشكله في الفلوس لا اهو لا، انا واثق انه اهو هيرجع. كتير قوي بصراحه. هيرجع، مش الاستقاله دي هيتنازل عنها يعني. الاهلي، كل فيوتشر الانديه، بيراميدز، الزمالك يعني طبعا بحكم ماشي، فيوتشر، بيراميدز برضو غير بس مش كتير. كل الناس دي استقرار اداري فني، لعيبه، تلاقيهم ماشيين كويس. اصل هم هي ثلاث اعمده مرتكزين على بعض، اي طبعا واحده يحصل فيها خلل المنظومه تبوظ، اداره مش كويسه الدنيا تبوظ، جهاز فني مش قادر يبقى مسيطر على اللعيبه، او مش فنيا مش عالي، الدنيا تبوظ، اللعيبه كذلك، هم الثلاثه مرتبطين ببعض. مين تتخيله في الجدول الدوري؟